أعلن برنامج الغذاء العالمي تعذر زيارة إلى مدينة تعز كانت مقررة اليوم الأحد، وذلك بعد أن منعت ميليشيا الحوثيين الإنقلابية وفده من دخول المدينة عبر طريق الحوبان جولة القصر. وقال مصدر في البرنامج أن الميليشيا أبلغتهم رفضها السماح لوفده من دخول المدينة تعز عبر طريق الحوبان جولة القصر. وتلقت السلطة المحلية مذكرة سابقة من البرنامج عن خطة له لزيارة وفده برئاسة نائب المدير القطري علي رضا إلى المدينة خلال يومي 23 و24 من شهر ديسمبر الجاري، غير أن الزيارة تعثرت بسبب الرفض الحوثي. وأعلنت السلطات رسميا تعذر زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي إلى المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا، وسبق أن عرقلت ميليشيا الحوثي زيارة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتعز وممثل الشؤون الإنسانية والممثل الأمني لمكتب المبعوث الأممي في عدن. ويهدف برنامج الغذاء العالمي من زيارته إلى الإطلاع على الوضع الإنساني في المدينة التي تعيش حصارا خانقا من قبل ميليشيا الحوثيين منذ 4 أعوام. ولموضوع زيارة وفد البرنامج العالمي للأغذية إلى تعز معنا عبر الهاتف نبيل جامل مدير مكتب التخطيط بتعز. أهلا بك سيد نبيل، أين وصل وفد البرنامج العالمي للأغذية لزيارة تعز؟ والله كان المفترض أن يكون برنامج الغذاء العالمي اليوم في تعز بناء على التفاهمات التي جرت بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء، كان يفترض أن يكون في داخل المحافظة اليوم نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي السيد علي رضا. هذا الرجل الذي شارك أيضا في السويد ضمن فريق تعز، كان هدف الزيارة أساسا من الاتجاه الشرقي في الحوبان جولة القصر، وهذا بناء على الرسالة التي وجهت من برنامج الغذاء العالمي والمقترح الذي طرح وحدد فيه طريقين للدخول إلى تعز. كان هناك موافقة من قدر السلطة المحلية أنه يتم الدخول وفتح الطريق الشرقية لتخفيف الخطر على الناس، لتسكين تدخل المواطنين لكي تتنفس تعز بعد 4 سنوات من الحصار، وقشت الاحتياج الفعلي لتعز من خطط برنامج الغذاء العالمي الذي نقوم خلال 4 سنوات ظلمت تعز ومديرياتها بحصتها الفعلية بحسب عدد السكان وخاصة العائدين كثيرا إلى داخل هذه المناطق بعدما نزحوا منها. لكن للأسف الشديد تفاجأنا مساء أمس بالاعتذار وتأجيل الزيارة إلى وقت آخر، وسيتم الدخول عبر محافظة عدن أي من المنفذ الوحيد في مدينة تعز وهو المنفذ الغربي. والسبب كان واضح جدا وهو رفض ميليشيات الحوثي فتح الطريق الشرقي، وهذه لم تعد كما وردت تقريركم ليست المرة الأولى بل تكررت كثيرا. نتمنى من الأخوة في المسكين هذا الملف الحقيقي المتحدة وخاصة بعد تجربة السويد، وبعد تم إقرار لجنة مشتركة في دراسة طريق لأبناء محافظة تعز في المحاصرة وأن يتم رفع الحصار، أن يكون لهم موقف واضح من هذه الممارسات التعسفية لاستمرار الحصار على هذه المدينة التي يطل عامها. نعم سيد نبيل، مثل ما ذكرت منع البرنامج من زيارة تعز، هل سيتم رفع للجنة المشتركة المنبثقة عن تفاهم تعز في السويد؟ للأسف الشديد لم يتم حتى اليوم الإعلان عن هذه اللجنة حتى اليوم بالنسبة لتعز. أصبح التركيز العالم وخاصة بعد قرار الأمم المتحدة 2541 القرار الأخير الاهتمام بالحديدة فقط، وهذا نقول شيء إيجابي. لكن محافظة تعز هذه محافظة أصبحت محافظة منسية للأسف الشديد. هذه القرارات الأممية اللي كانت في السويد أو القرار اللي كان أمس لم يتم تشكيل الاتفاق على تقريبا اللجنة المشتركة حتى اليوم، لم يتم اتخاذ أي موقف واضح أو بيان. نتمنى كنا من برنامج الغذاء العالمي ان يصدر بيان انه تم عرقلته من قبل ايش؟ الطرف الانقلابي. نعم هل تم تعز معامله ناقصه للاسف الشديد. نعم سيد نبيل، هل تم التنسيق او هل نسق البرنامج مع الشرعيه قبل هذه
الزيارة أم لا؟ نعم، أنا تكلمت سابقا، كانت هناك رسالة موجهة للأخ محافظ المحافظة الدكتور أمين محمود الذي بدوره وجه الوكلاء المعنيين وأيضا الجهات الأمنية للترتيب، بل كنا مرحبين بهذه الزيارة التي تأخرت كثيرا على مستوى نائب المدير القسم البرنامج الغذاء العالمي، لكن للأسف الشديد انقلابي وعدم دخولهم من الحوان، الطريق هذا الذي لا يستغرق سوى 5 دقائق إلى 10 دقائق فقط في مرور السيارات للدخول حتى يتم تحويلهم يعني من هذا الطريق إلى أن يزوروا مدينة عدن، ثم يأتوا بطريق يعني يكاد يستهلك تقريبا إلى 7 إلى 8 ساعات للدخول للمدينة. نعم، نشكرك جزيل الشكر نبيل جامل مدير مكتب التخطيط بتعز.